طيب لمزيد من التفاصيل انا بينضم لي على التليفون زميلي العزيز ادهم مندى مراسل قناه النادي الاهلي، كان حاضر النهارده تدريب فريق النادي الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره. مساء الخير يا ادهم. مساء الخير زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. طبعا محتاجين نطمن منك على التمرين، انا قلت كام خبر كده متعلق بالتمرين او الصوره العامه، لكن في تفاصيل جوه التدريب الناس ما بتشوفهاش. شايف الحاله المعنويه، الحاله الفنيه، الجزء الفني اللي بيتم تنفيذه في الملعب، دخلوا في مرحله تقسيم ولا لسه مرحله اعداد بدني وكرات عرضيه جزء تخصصي مش تقسيمه جماعيه كمان عشان في نقص عددي في صفوف الفريق؟ طبعا يا محمد النهارده احنا امام ثلاث مشاهد رئيسيه. المشهد الاول هو المحاضره الفنيه من المدير الفني رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. الحقيقه كانت محاضره فنيه قويه جدا، اكد فيها رينيه فايلر امام اللاعبين على عدم التهاون والالتزام خلال الفتره المقبله، وده بيعكس قد ايه رينيه فايلر مدرك حجم التحديات للنادي الاهلي في الفتره الثانيه من الاعداد. لا تهموا ان النادي الاهلي هيبدا مباريات بعد كاس الامم الافريقيه للمنتخب الاولمبي اللي بنتمنى له كل التوفيق في طوكيو في تاهل الاولمبياد طوكيو 2020. هيكون النادي الاهلي مطالب بالاستمرار بالحاله الفنيه الرائعه اللي ظهر عليها في الدوري، وكمان المواجهه مهمه جدا مع النجم الساحلي في اولى مباريات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. المشهد الثاني طبعا هو تم تصعيد مجموعه من الناشئين مع اللعيبه الموجوده، لان في غياب لمجموعه من اللاعبين الدوليين لظروف انضمامهم للمنتخبات الوطنيه سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. الحقيقه ركز المدير الفني رينيه فايلر على مجموعه من التدريبات الفنيه والخططيه والارتقاء بالحمل البدني، صحيح ما كانش فيه تقسيمه لكن فيه ارتقاء تركيز شديد على الحمل البدني ومجموعه من المهارات الفنيه. الحقيقه من خلال جزئين، الجزء الاول هو ضروره التمرير الكره من الخطوط الخلفيه للاماميه وعدم التشتيت، ولدرجه ان المدير الفني رينيه فايلر وقف التمرين اكثر من مره للتركيز والتشديد على الالتزام بالتعليمات الفنيه. تدريبات تخصصيه يعني يا ادهم؟ تدريبات تخصصيه. نعم. فكره التوقيت الحالي ما فيش مباريات، ففكره ان انت تشتغل على التخصص وتطور اداء عدد من اللعيبه في التوقيت الحالي. بالظبط، انت امام فرصه اكثر من رائعه للتركيز مع مجموعه من اللاعبين ان هم يفهموا تعليماتك اكثر ويركزوا معاك اكثر ويقدروا يلتزموا بالتعليمات خلال الفتره المقبله. والحقيقه ده سر من اسرار نجاح رينيه فايلر، ان هو بيقدر يدور اللعيبه كلها وبيقدر يستغل امكانيات اللعيبه. الجزء الثاني هو جزء غلق المساحات، وده استمرار لنجاح رينيه فايلر مع المباريات اللي ظهر فيها النادي الاهلي بدءا بمباراه الزمالك في السوبر وباقي مباريات الدوري. الحقيقه كان بيركز عليها على غلق المساحات وعدم فتح المساحات للمنافس وعدم التهاون في الامر ده. الحقيقه عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على ثلاثه من اللاعبين المهمين جدا في فريق النادي الاهلي، طبعا الكابتن كابتن حسام عاشور. الحقيقه النهارده كان في البدايه كان في تمرين او جنب خفيف حوالين الملعب، ثم مران قوي جدا مع اللاعبين، ووليد ازارو عاد للتمرين مره اخرى بعد اجازه صغيره في المغرب، وان شاء الله جونيور اجايب باذن الله هينتظم في التدريب من يوم الاربعاء بعد رحله من الامارات الى نيجيريا يعني ان هو يخلص اجراءات جواز سفره ويرجع مره اخرى ينتظم مع النادي الاهلي. الحقيقه منظومه عمل كامله ومبشره، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع بصوره كمان اكثر من رائعه باذن الله مع بدء المباريات المقبله. ادهم، المباراه الوديه هل اتحدد ميعادها او مع مين الطرف في هذه المباراه، ولا لسه لغايه اللحظه دي ما فيش حاجه رسميه؟ لا، لحد اللحظه دي الحقيقه ما فيش حاجه رسميه، كل التركيز على التدريبات. وعايز الفت النظر جماهير نادينا الحبيب واطمنهم ان يوم بعد يوم يا محمد بيظهر فوائد معسكر الامارات. يمكن ناس كتيره اتكلمت عن معسكر الامارات، الحقيقه كسر حاله الملل وتنوع الانشطه اللي كان بيقوم بها لعيبه النادي الاهلي في معسكر الامارات واضحه بلغه الكره يا محمد. لعيبه النادي الاهلي النهارده في التمرين فايقه، عايزه، جعانه كوره، مهتمه جدا، في حاله من الحماس، حاله من التحدي، حاله من الطموح، حاله من الالتزام بتنفيذ تعليمات المدير الفني رينيه فايلر. طب زميلي العزيز ادهم ندى، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والمعلومات،